عادة يا سادة، كان نفسي في الكنافة. قلت لمراتي والنبي يا مراتي يا حبيبتي تعملي لي كنافة زي ما انتوا شايفين. رحت قلت لهم يلا بينا نعمل الكنافة، وجبت الكنافة زي ما انتوا شايفين وبدأت هي تعملها. وقلت النهاردة هاكل كنافة، ما حصلتش، والحمد لله ان انا فعلا جبت الكنافة وهي حبت ان هي تعملها في الخلاط زي ما انتوا شايفين اهو. قالت لها اكلك حبة كنافة من اللي بتشوفهم على النت. استنيت وقلت اصبر شوية لحد ما اشوف اخرية الموضوع ايه بالظبط. كمل الفيديو للاخر هتشوف المفاجأة الجميلة. ولو انت مش مشترك في القناة ياريت تشترك في القناة قناة بحر المنوعات على اليوتيوب، وياريت تعمل لايك عشان اللايك دوت بيفيدنا جدا في انتشار الفيديو. ولا بالفعل الفيديو هوبا زي ما انتوا شايفين، وبدأت تقلب الكنافة بعد خلاص اهو بعد ما خلصتها في الخلاط وبدأت تقلبها. يا سلام شكلها تبقى كنافة ما حصلتش. وانا زي ما انتوا شايفين اهو يا جماعة هتحط الكنافة فين بقى؟ لا ده لسه صح، نسيت اهم حاجة السمنة. هتحط سمنة معلقة والتانية والتالتة والرابعة والخامسة، كفاية بقى سمنة، هتخربي بيتي يا حرام عليك. كفاية سمنة، ابوس ايدك، كفاية سمنة ارحميني. وبدأت فعلا خلاص السمنة خلصت وبدأت دلوقتي تفرك اهو زي ما انتوا شايفين. وقلنا خلاص ايه السمنة خلصت ويلا هوبا وهوبا، فعلا شكل الكنافة جميلة وريحتها تفتح النفس. وبعد ما كان نفسي في الكنافة نفسي في زادت الكنافة اكتر، ولو زي ما انتوا شايفين حبة سكر كده من فوق عشان تخلي لها ريحة احلى، وكمان حبة سكر وهوبا. طب يلا 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 بقى بينا ايه على الحلة زي ما انتوا شايفين، ويلا بينا عشان نحطها في الفرن مع بعض دلوقتي وهناكل مع بعض احلى كنافة في نهاية الفيديو. يلا بينا وهوبا هوبا 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 زي ما انتوا شايفين كده، بتحطها في الصينية وتحطها كويس زي ما انتوا شايفين، ويلا كلوا معايا. هي دي المفاجأة يا جماعة بعد التعب ده كله، بعد ما حطيت الحاجات اللي انتوا شايفينها، ادي شكل الكنافة وهي محروقة وجميلة الحمد لله. برضو الواحد كان ايه نفسه ياكل كنافة وانا هاكل حتة محروقة خلاص اهو، ويلا الحمد لله. مش عارف اقول لها ايه بصراحة، يعني تاني مرة تعمل الكنافة وزي ما انتوا شايفين اهو برضو حرقتها لي كده، عيش محروق وكمان كنافة محروق، انا مش عارف اعمل ايه. الحمد لله على كل حال. وبصراحة بصراحة بالرغم من هي اتحرقت منها بس كان غصب عنها اللي نسيت الكنافة، بس والله كان في بعض الكنافة بعضها يعني ممكن حتة او حتتين كانوا مهمش حل وطعمهم حلو جدا زي ما انتوا شايفين اهو. الحلة اتحرقت بجمالها بشياكتها بحلاوتها، يلا مش مشكلة. فديها 1000 صينية كنافة، ويبقى ايه نحاول مرة تانية، واستنوني في فيديوهات جديدة. شكرا ليكم والسلام عليكم.